قبل 200 عام كان المغرب واحدة من البلدان القليلة التي لاحتفظت بتراثها التاريخي والثقافي الغني بأمانة. كانت تلك الفترة مليئة بالتحديات والتغيرات، مما شكل نسيجها الاجتماعي والسياسي والثقافي بشكل جذري. كان المغرب في القرن 18 وبداية القرن 19 يعيش في زمن السلاطين العلويين. كانت السلطة مركزية تقريباً في يد السلطان، ولكن مع ذلك كانت هناك مناطق ذات حكم ذاتي تقودها القبائل المحلية، وكانت الصراعات الداخلية تتسبب في تقسيم البلاد. تاريخ المغرب كان مليئاً بالحروب والصراعات. خلال هذه الفترة شهد المغرب عدة صراعات مع الدول الأوروبية والإمبراطوريات الكبرى مثل إسبانيا وفرنسا. تمثلت هذه الصراعات في محاولات استعمار المغرب والتدخل في شؤونه الداخلية. توالت أيضاً الصراعات الداخلية في المغرب بين القادة المحليين والقبائل المنافسة. كان هناك صراعات عديدة بين الأسر الحاكمة والمجتمعات المحلية للسيطرة على الأراضي والموارد. من الناحية الثقافية كانت المغرب تزخر بالتراث الثقافي والأدبي الغني. كانت المدن القديمة مثل فاس ومراكش مراكزاً حضرية حيوية، حيث ازدهرت العلوم والفنون والعمارة. كانت الثقافة المغربية متنوعة وغنية بالموسيقى والأدب والفنون التقليدية. واليوم يشهد المغرب تحولات كبيرة. يعيش البلد الآن في زمن الملك محمد السادس، حيث تم تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي. تحسنت البنية التحتية وزادت الفرص الاقتصادية، وأصبحت المغرب وجهة سياحية مشهورة عالمياً. من الجدير بالذكر أن المغرب يعتبر واحدة من الدول الأكثر تنوعاً في منطقة شمال إفريقيا من حيث الثقافة واللغة والتراث، وتمثل مزيجاً فريداً من الأمازيغ والعرب والجذور الإفريقية والإسلامية. هذه القصة تلخص تاريخ المغرب خلال القرنين الماضيين، حيث شهدت البلاد تغيرات هائلة من حيث السياسة والثقافة والاقتصاد، وما زالت تستمر في تشكيل مستقبلها بكفاءة وتفاني. أصل المغرب يعود إلى العديد من الشعوب والثقافات التي استوطنته على مر العصور. منطقة المغرب الحالية كانت مأهولة منذ آلاف السنين بقبائل الأمازيغ الذين يعتبرون جزءاً أساسياً من الهوية المغربية. تأثر المغرب أيضاً بالثقافات الفينيقية والكرثاجية والرومانية والإسلامية على مر العصور. في العصور الوسطى أصبح المغرب جزءاً من الإمبراطورية المسلمة الكبرى، وأثرت الحضارة الإسلامية بشكل كبير على اللغة والثقافة والفنون في المنطقة. ثم تلتها فترة الاستعمار الأوروبي والصراعات الداخلية. بعد الاستقلال في منتصف القرن العشرين شهد المغرب تطوراً سريعاً وتحولات اقتصادية وسياسية كبيرة. وتحت حكم محمد الخامس وبعده محمد السادس شهد المغرب تحقيق التقدم في مجموعة من المجالات، بما في ذلك التعليم وحقوق الإنسان والبنية التحتية. اليوم يستمر المغرب في النمو والتطور. يحتضن التنوع الثقافي واللغوي في البلاد مجتمعاً ديناميكياً يستفيد من تاريخه الغني والمتنوع. تمثل الثقافة المغربية الحالية مزيجاً مثيراً للاهتمام من التقاليد القديمة والثقافة الحديثة. بهذا الشكل تمثل المغرب قصة حضارية غنية ومتنوعة استمرت لآلاف السنين. تاريخها المعقد والمثير يعكس التحديات والتغيرات التي شهدتها المنطقة على مر العصور، ويظهر كيف استطاعت المغرب الاحتفاظ بثقافتها وهويتها الفريدة بصورة مستدامة على مر العصور.